مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من أمام المحطة الطرقية أولاد زيان. كيف ما كتشوفوا معنا الفوضى العارمة، الفوضى من بعد ما تم منع التنقل بين المدن، فوضى عارمة أمام المحطة. بعد ما تم منع السفر والتنقل وارتفاع صاروخي حسب تصريحات ديال الناس التذاكر قبل الساعة 12 ليلا، للأسف الشديد الناس كانت معولة أنها تسافر، بالرغم من أن يعني الحكومة والدولة المغربية حذرت مرارا وتكرارا أننا في حالة طوارئ صحية، وحالة الطوارئ الصحية دائما يعني كنشرحوها وكنعودوها ان الدوله من حقها انها تاخذ القرارات والتدابير الاحترازيه اللي كتشوفها انها في صالح المواطن المغربي. الناس للاسف شديد مقطعه تيكي شاريه الحولي من مناطق بعيده، كتفاجئ بهذا القرار اللي اتخذته وزاره الداخليه ديال قرار منع التنقل بين المدن ابتداء من اليوم الاحد على الساعة 12 ليلا، وهذا الشيء أكيد غيخلق واحد الفوضى وازدحام كبير، وأيضا ارتفاع صاروخي في ثمن التذاكر للتنقل بين المدن، لأننا كما كنعرفوا أن عيد الأضحى أغلبية ديال المواطنين كيكونوا بعاد على العائلات ديالهم، وخصوصا مع هاد فترة الحجر الصحي بزاف الناس ما شافوش العائلات ديالهم وبغاو يسافروا يشوفوا العائلات ديالهم، وأكيد غادي يوقع واحد الازدحام واحد الارتفاع في الأثمنة ديال التذاكر، وغيوقع مشكل في النقل السري. بالنسبة للناس اللي كيقولوا قرار ما تشاوروش، راه هذه هي حالة الطوارئ الصحية، حالة الطوارئ الصحية اللي كتسمح الدولة أنها تأخذ القرار الوقت اللي بغات، لأن هذا الشيء في صالح كتشوف أن على حسب الوضعية الوبائية بالمدينة او بالدوله، وهذا الشيء علاش اتخذت هذه القرارات. فوضى كبيره، وبعد خصوصا بعد ما وقع يعني ارتفاع في عدد حالات الاصابات بكورونا والوفيات ايضا، كان من الطبيعي ان هذا القرار يتاخذ، يعني بزاف الناس كانوا منتظرين بحال هذه القرارات. وكيف ما كتشوفوا للاسف الناس مقطعه التيكي ديالها ومعوله انها غتسافر، وكيف ما قلت كاينين الناس اللي شراو الحولي من مناطق بعيده ومعولين غاديين يمشيو يعيدوا مع وليداتهم. نتمنوا اكيد انهم يلقاو حل قبل الساعه 12 ليلا، لان كاع الناس اللي كانوا معولين غادي يسافروا غدا خرجوا كلهم باو يشدوا الكيران ويسافروا. اكيد احتجاجات ديال المواطنين، وايضا تعليقات الناس كتحتج على هذا القرار اللي كان بالنسبه للمواطنين مفاجئ. وفي الاول وفي الاخير
الله يحد الباس، الله يرفع علينا هذه الجائحة. الان غنحاولوا ان فوضى كبيره في المحطه، غنحاولوا اننا نوقفوا باش نشوفوا الاجواء كيف دايره. اكيد الله يحسن العون، الناس معوله تشوف والديها، تشوف عائلاتها، تشوف احبابها، ولكن للاسف الشديد، للاسف الشديد يعني داك التخوف من الازدحام ومن زياره الاحباب اللي خافوا منه ووقع اكثر منه. دابا فوضى قدام المحطه الطرقيه ولاد زيان، اللي غنحاولوا اننا نشوفوها وتشوفوها معنا ايضا. على هاد الازدحام اللي شفتوه غتقول بان كل شيء مدينة الدار البيضاء كلها بغات تسافر. حتى الطرقان عامرة. اكيد الله يصبر الجميع، كيف ما اشرت ان الناس محشة، عائلاتها محشة، احبابها محشة، والديها، وخصوصا مع هاد فترة الحجر الصحي بزاف ديال الناس ما كانوش زاروا الحباب ديالهم، ومن يسمعوا التخفيف ديال حالة الطوارئ صافي قالوا غنمشيو نعيدوا مع احبابنا، ولكن للاسف. الكل كيحتاج، اكيد الكل كيحتاج. ازدحام حتى في حركة المرور.
روينا وفوضى بكل صراحة. بعد قرار منع السفر والتنقل ما فهمتش واش هذا الطاكسي واقف ولا استنفار أمني كبير أمام المحطة الطرقية ولاد زيان بسبب هذه الفوضى اللي عرفتها محطة ولاد زيان. بعد قرار منع السفر والتنقل بين المدن ستاسيوني شي بلاصه، ستاسيوني شي بلاصه. البلاد ديال البوليس راه حنا مستاسيونين هنايا.